السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. هنايا دائما في اطار يعني مشاركة الفيديوهات معكم يعني في دار حماتي. تقريبا هذا يكون اخر فيديو في ميسور. هنايا دخلت لواحد المحل قريب لدار حماتي، عرفتو فيه ديزاختيك زوينين بزاف واثمنة يعني مناسبة. هو محل ديال 5 دراهم، ولكن ماشي كلشي فيه هنا ب5 دراهم. راكو عارفين دابا هاد القضيه هادي، ورجعوا بزاف المحلات كي مختصين في هاد مسائل 5 دراهم، ولكن ملي كتدخلوا كتلقاو دي زارتيك زوينين غاليين، شي حاجه الكوزينه، شي حاجه ديال المواد الغذائيه. المهم هاد المحل عندهم زوين. هي هذيك يعني نهار الاول فاش مشيت دخلت وشفتو، جاتني هاد الفكره، قلت علاش لا ما ندخلش نصور لكم هنايا شنو كاين. صافي قلتها للسيد اللي مقابل تما، قال لي ماشي مشكل هانيه، قال لي خدي راحتك. صافي هنا كيما كتشوفوا في الدخله داير هاد الاواني ديال الالومنيوم، البلاستيك، الالعاب، تبارك عارفين مع عاشوره. وحط تما بزاف الحويجات. المهم من بعد المهم بنتي كانت عواله تاخذ شي لعبه، من بعد بان لها واحد الحاجه مهم تنشاركها معكم في الفيديو الاخر ان شاء الله، وغتعرفوا شنو خدات من هاد المحل. درت مباشره للبلاصه اللي فيها المواد الغذائيه، داير لهم اثمنه زوينه. خديت انا غير شي حاجه هكذا، خديت داك الكاوكاو والمفرماج، خديت الذره، خديت زريعه هكذا، لان كان داك هو اخر نهار كنا غنجيو راجعين فيه، قلت هكا غير نكرينيوطي وهكا في الطريق وصافي. خديت حويجات عمليه، شي حاجه هكا ماشي كثيره بزاف، لان الحاجه اللي خديت لبنتي صراحه خدات لي فلوس بزاف. صافي داكشي علاش ما كنت عوانه ناخذ شي حاجه للكوزينه، عنده بزاف ديال المعنات زويونين، ديكورات، شي حاجه واعره. المهم بالنسبه لهذا المحل فيه اي حاجه ممكن تحتاجوها في الدار ديالكم، لا سواء في الطبخ يعني في الكوزينه، لا سواء يعني في الديكورات، ولا في الاواني هكذا ديال الضياف، كلشي كلشي تبارك الله موجود. مواد التنظيف، كل شيء، وأثمنة جد جد مناسبة. هنا يا هاد الشكلاطة كانت هزات بنتي واحد القريعة، من بعد ما خليتها قلت لها لا، يعني صراحة أنا كنخاف من هاد المواد الغذائية، ما بغيتش. مهم في الأخر قلت لها صافي غير ديها بلاش. هنا يا العطرية هادي راه كتباع في محلات، كتباع في عند مالي الهريم، كان 5 دراهم، شحال تما 7 دراهم دايرين لكل حاجه. راكو عارفين على حساب الثمن ديال داكشي كيعبروه بالغرام، حاجه اللي غادي شحال من غرام، 5 دراهم شحال فيها من غرام، راه كيديروها كانت اكثر، راه كيكتبوا الثمن، كيزيدوا في الثمن. هاد اللوز ايفيلي، لوز كونكاسي، هذا الكاوكاو كونكاسي، كلشي عندهم. الفويتين هذا واش كيتسمى، كلشي كلشي عندهم. واحد الكوام ما صورتوش ديال اعياد الميلاد عندهم حتى هو، نسيت ما صورتوش. مشيت انا في الصباح زعما على اساس نلقاه خاوي، ساعه تبارك الله الناس كيجيو حتى في الصباح كيجيو يتقضاو. كي دخلت حتى بديت كنصور، يلا فتح انا دخلت كنصور، بداو الناس كيدخلوا صافي. المهم صورت معاكم كل حاجه، عطيتها حقها، الا داك الكوان ديال داكشي ديال اعياد الميلاد ما نسيتو. عندو داك الديكورات كاملين اللي كتحتاجو في عيد الميلاد باش تزوقو الطورطه، باش كلشي كاين. تا هاد لي زاغون تا هما، هاد النكهات عندو تقريبا جميع النكهات. انا خديت غير وحده ديال الحامض، بغيت غير نجربها وصافي، ما عمرني صراحه خديتها. المهم انا حاولت نشارك معكم كل شيء، المسائل كاملين اللي عندهم هنايا، وتعرفوا حتى الاثمنه، بعض الحويجات كتكون مكتوبه عليها الاثمنه، بعض الحويج ما مكتوباش. هاد لي روتوش هادو، هاد العيبات هادو اللي كنحتاجو في الكوزينه، تبارك الله كلشي كلشي عنده موجود. خديت واحد الباكيه ديال البلاستيكات كتحتاجوها هكذايا للثلاجه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله في فيديو الاخر. مواد التنظيف، لي ديودورون، صابون، كلشي 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 كيبان لكم هنايا في لا فيديو. هذه اللي هضرت عليها دايره 20 درهم، دابا نشاركها معكم فيديو لاخر وتعرفوا يعني شنو الداخل ديالها.
المهم هنا باش ما نطولش عليكم الهضره غنخليكم مع لا فيديو، تبعوا لا فيديو حتى النهايه وما تنساوش تدعموني في القناه وديروا لايك واشتراك الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه. وشكرا للناس الاوفياء اللي كيدعموني دائما ودائما كيدخلوا القناه ديالي وكيخليوا لي دي كومونتير وكيديروا اللايك اللي يخطيكم عليا. ما تنساونيش من اللايك، الله يجازيكم بخير.
صافي، كان هذا هو الفيديو، كانت هذه هي الجوله في هذا المحل، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش كالعاده تدعموني في القناه، وكنقول لكم شكرا شكرا جزيلا للوفاء ديالكم وتتبعكم لهذا الفيديو حتى النهايه، وكنقول لكم مع السلامه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.